السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. اخبار جديده وتسريبات حماسيه اكيد وكالعاده في حلقه جديده من موجز تكنولوجيا. في حلقه النهارده هنتكلم عن اخبار وتسريبات من سامسونج، تسريبات من ابل، تسريبات من هواوي، واخبار كمان ونتكلم كمان عن شويه كده موضات جديده ابتدت تنتشر في عالم الموبايلات. يلا بينا نبدا. خلينا نبدا الحلقه النهارده مع شويه اخبار عن الويرابلز وتحديدا من شاومي. شاومي بتحضر لساعه ذكيه جديده سمارت ووتش، ومن اول نظره كده بصراحه انا فكرتها ابل ووتش. سوق السمارت ووتشز عامه يعتبر في صحوه كده مؤخرا، طبعا متصدر هو الابل ووتش اكيد، وطبعا بعد كده يمكن وراها سامسونج هواوي، لكن طبعا في شركات تانية برضو كده ابتدت تنتشر في عالم السمارت ووتشز. شاومي هي اكيد واحده من الشركات دي، وابتدت تنزل كده صور وفيديوهات تشويقيه سمارت ووتش جديده المفروض انها تبدا تتوفر من يوم 5 نوفمبر، لكن مش كده زي ما قلت لكم انها نسخة من الابل ووتش. معرفش ليه يعني ليه تصميم الابل ووتش مش اللي هو الحاجة التقليدية قوي ان احنا لازم نعمل لها كوبي. الساعة شكلها مستطيل جدا، جاية من الزرار بتاع الكراون اللي هو اللي بيلف ده في نفس المكان بالظبط، والزرار اللي تحتيه نفس المكان. يمكن هي ابل ووتش لكن يمكن مربعة شوية كده او مستطيلة شوية عنها. الساعة هيكون فيها جي بي اس، فيها واي فاي، فيها ان اف سي، احتمال يكون فيها كمان مايكروفون وسماعة عشان تقدر تعمل مكالمات، وهيكون فيها اي سم بدل ما تحط مايكرو سيم كارد او نانو سيم كارد عشان تعمل مكالمات او تشبك بالانترنت، يكون في اي سم، ودي فكرة لطيفة. ولكن ليه الديزاين دي اكتر حاجة معصباني بصراحة، دي اكتر حاجة مخلياني طب مش عايز بقى اجرب الساعة، يعني ممكن نتجه اتجاهات تانية مش لازم ناخد شكل ابل بالظبط. عامة ساعة شاومي هتنزل مع بروسيسور من نوع سناب دراجون وير 3100، ده يعتبر احدث بروسيسور موجود حاليا من شركة سناب دراجون للساعات الذكية، لكن مش معنى كده ان هو بروسيسور قوي، يعتبر بروسيسور عادي وتطور مش كبير قوي على 2100 اللي كان موجود تقريبا على كل الساعات اللي كانت موجودة في السوق، لكن ما فيهوش القوة الكافية اللي بتخليه ينافس حاجات زي الابل ووتش. وعلى سيرة البروسيسورز، على فكرة المفروض ان سناب دراجون او كوالكوم عامة شغال على بروسيسور جديد للسمارت ووتشز احتمال يكون باسم وير 3300، وده اللي منتظر بقاله فترة طويلة جدا، وده بقى المفروض هيدي القوة الكافية للساعات اللي بتشتغل مع اندرويد وير انها تقدر تنافس شوية الابل ووتش ويكون فيها امكانيات كويسه وبطاريه كويسه وما الى ذلك. بس لسه البروسيسور ده مش معروف هينزل امتى، وفي تسريبات بتقول انه هيكون في اوائل 2020. نرجع تاني للشاومي مي واتش، واللي هتشتغل على فكره مع انترفيس شبيه شويه باللي في الموبايلات اللي هو مي يو اي، هيبقى اسمه مي يو اي للواتش. شكله لطيف كانترفيس مبدئيا، لكن طبعا كل حاجه بالصيني اللي موجوده حاليا، وهنشوف ساعه هواوي الشبيهه جدا بساعه ابل اللي هتعمل ايه الفتره اللي جايه. مكملين مع السمارت ووتشز، ولو فاكرين الموتو 360 ساعه موتورولا الدائريه، انا كنت بلبس واحده دايما من فتره طويله، كنت دايما بيسالوني الساعه دي الساعه دي ايه. دي كانت الموتو 360، كانت اول ساعه عملتها موتورولا، وكانت تقريبا اول سمارت ووتش دائريه. الساعه كان شكلها شيك جدا ومميز. موتورولا بعد كده عملت نسخه ثانيه منها برده كانت كويسه، ولكن بعد كده موتورولا خرجت تماما من سوق السمارت ووتشز وقالت ان هي يعني المبيعات مش كافيه انها تستمر في هذا المجال. دلوقتي بقى اذ فجاه بقى عندنا جيل ثالث من الموتو 360، ولكن دي مش تعتبرش موتو 360 قوي، يعني انها تعتبر زومبي موتو 360. هي فعلا موتورولا قتلت البراند، ولكن دلوقتي عامله لايسنس لشركه ثانيه، شركه صينيه، عشان تقدر تصنع ساعات جديده تحت مسمى الموتو 360 وتاخد نفس اللوجو ونفس المنظر. شركه اسمها اي باي ناو، اسم غريب شويه، وعامله ساعه شبيهه جدا بالجيل اللي فات من موتو 360، جايه مع زرارين. الساعه برده ما زالت دائريه، وزرار اللي فوق عباره عن كراون يعني تقدر تلفه عشان تتحرك وتالف في السوفت وير. الساعه شغاله مع اندرويد وير وير او اس دلوقتي، وشغاله كمان مع نفس البروسيسور اللي هو كوالكوم 3100. الشاشه اولد مع ريزولوشن 360 مش اعلى حاجه يعني موجوده في السوق، لكن الحاجه المميزه فعليا اللي سمعتها فيها ان سرعه الشحن فيها هتكون سريعه جدا، تقدر فعليا تشحن الساعه فول في خلال ساعه واحده، ودي حاجه يعني ما تقدرش تقولها على ساعات ذكيه كتير موجوده في السوق. بس يمكن اكتر خبر مثير للاهتمام في عالم السمارت ووتشز دلوقتي ان جوجل بتفكر جديا تشتري شركه فيت بيت. بقالنا فتره طويله جدا بنسمع تسريبات عن ان جوجل بتحضر للبيكسل ووتش، الساعه المفروض تكون هي بقى القائد والرائد للساعات اللي هتشتغل مع اندرويد وير، ولكن كل سنه بنسمع الكلام ده وما بيحصلش حاجه في الاخر. جوجل كانت عملت شراكات قبل كده مع ال جي عشان تبيع ساعات مباشره على البلاي ستور او على الجوجل ستور، ولكن برضو ما عملتش النجاح الكبير وما كانتش ساعات باسم جوجل مباشره. شركه فيت بيت بقى هي شركه كانت اساسا بتصنع فيتنس تراكرز، حاجات كده بتلبسها على ايدك عشان تقيس الرياضه والخطوات والجري والحرق السعرات وكلام زي ده. وبعد كده اشترت شركه بيبل، الشركه اللي كانت عامله يمكن اول سمارت ووتش عملت صحوه فعليا،
كانت شركة بتعمل ساعات بسيطة جدا، كان اصلا كيكستارتر، لكن كانت ساعتها فعلا كويسة جدا في الوقت ده. شركة فيتبيت بعد كده بقت بتنتج ساعات تعتبر ميكس ما بين السمارت ووتش وما بين الفيتنس تراكر. كان في حاجات مثلا زي ساعة فيرسا، ولكن فيتبيت عندها سوفت وير خاص بيها مش بتستخدم وير او اس. دلوقتي بقى جوجل عايزة تشتري فيتبيت في الغالب عشان يكون عندها الهارد وير اللي تقدر تشغل بيه السوفت وير بتاعها اللي هو وير او اس. تحديث سريع، في وسط انا بعمل اديتنج للفيديو ده اكتشفت ان فعليا الخبر اتاكد، وجوجل حقيقة اشترت شركة فيتبيت بمبلغ وقدره 2.1 بليون دولار. دي هتكون بداية تانية لجوجل في موضوع الويرابلز، وعشان تتلقينا الساعات من تحت شعار ميد باي جوجل زي ما تشوفها مثلا مع البيكسل. فالبيكسل ووتش دلوقتي ما بقتش حاجة خيالية قوي، ممكن اترقبها فعلا قريبا. اتمنى نشوف تحسن في مجال الساعات اللي بتشتغل مع وير او اس. دلوقتي جوجل ترجع تاني في الموضوع، كوالكوم تنزل بروسيسور جديد، يمكن نشوف بيكسل ووتش قريبا. فدي كانت اول موضوع نتكلم عليها النهارده، الويرابلز واضح انها راجعه تاني بقوه، وخصوصا السمارت ووتشز. خلينا نحاول دلوقتي بقى على الموضه الجديده جدا، وهي الفولدبلز ولكن بطريقه مختلفه. احنا اوريدي شفنا يعتبر الجيل الاول من الفولدبلز مع الجالكسي فولد والواوي ميت اكس، لسه ما نزلش السوق ولكن عملنا شفنا التصميم والشكل العام. ولكن دلوقتي بقى بدات تظهر هبه جديده كده، فئه جديده من الفولدبلز اللي هتعمل فولد بشكل مختلف. احنا كنا سمعنا عنها تسريبات قبل كده، ولكن دلوقتي واضح انها ابتدت تبقى حقيقه. موتورولا موتو ريزر، زمان كان موبايل يعتبر اسطوري، موبايل كان بيتقفل كلام شيل، لكن طبعا كان بشاشه واحده وتحت فيه زراير. موتورولا بقى من فتره عرفنا انها بتحاول تصحي تاني الفئه دي، ولكن عن طريق شاشه طويله فولدبل. الفكره هنا مش ان انت تكبر شاشه الموبايل على قد ما الفكره انك تصغر حجم الموبايل كله على نفسه. لما يتفتح الجهاز كله بتلاقي شاشه واحده كبيره. الصور انتوا شايفينها دي عباره عن صور حقيقيه متسربه للموتو ريزر الجديد، بعد ما كنا شفنا له كونسبتس قبل كده مسربه، لكن دلوقتي بقى دي صور فعليا للجهاز الحقيقي اللي احنا هنشوفه بعد كده. هو شبه جدا فعلا الموتو ريزر بتاع زمان، ولكن متطور بقى. ريزر الجديد وهو مقفول هيكون شكله فعليا شبه جدا ريزر القديم، ولكن هيكون عندك شاشه قدام، شاشه طبعا شاشه حقيقيه يعني مش شاشه فيها ارقام وكلام وخلاص. والشاشه دي في الغالب جدا هتستخدمها عشان تقدر تصور مثلا سيلفيز لما يكون الموبايل مقفول، عشان الكاميرا موجوده تحت الشاشه مباشره. طبعا هي شاشه مربعه وصغيره، ويمكن منها كمان تقدر ترد على شويه مسدجات او تبعت اي حاجات مثلا سريعه. لكن المهم طبعا لما تفتح الجهاز بقى شخصيا عشان يتحول لشكل الموبايل التقليدي نسبيا. دلوقتي افتكر بقى شكل الريزر القديم، ولكن شيل الكيبورد وحط شاشه كبيره مكان كل حاجه كانت موجوده. فعليا هو الفورم فاكتور او شكل جسم الجهاز هو نفسه القديم، مع نفس الجزء الكبير الموجود من تحت. هنا ما يعتبرش بيزل، يعتبر بقى ما تفهمش تتسمى ايه، دي جزء كبير عشان لما تقفل الشاشتين بيكون في حته كده موجوده، غالبا دي مهمه للهاردوير وفيها درايفرز بتاع الشاشه مثلا وسماعات او حاجات زي كده. الشاشه نفسها جاي فيها نوتش كمان، مش كفايه بس الجزء اللي تحت، وجايه بانحناءات كده من فوق وتحت، ما شكلهاش شاشه مستطيله تقليديه. تصميم الهنج هنا من الصور المتسربه دي يبدو سلس شويه، ما يبدوش معقد قوي كده زي اللي شفناه مثلا في الجالاكسي فولد، لكن طبعا الحاجات دي هتبان مع الاستخدام بقى والتجربه في الاخر. من تسريبات قبل كده كنا سمعنا الموبايل ده هيجي مع مواصفات تعتبر ميد رينج نسبيا، هيجي مع بروسيسور سناب دراجون 710، الشاشه اللي جوه دي غالبا هتكون 6.2 انش من نوع اوليد طبعا، ولكن طبعا دي ما زالت حاجات كلها تسريبات غير مؤكده. الجهاز ما قداموش كتير قوي على فكره، ان شاء الله يتم الاعلان عنه يوم 13 نوفمبر، وتسريبات كده بتقول ان سعره ممكن يوصل لحد 1500 دولار، يعني اعلى فئه مثلا من الايفون الموجود دلوقتي. بس ليه انا بقول على دي موضه؟ عشان سامسونج بتحضر تقريبا لنفس الفكره بالظبط. طبعا سامسونج اوريدي عندها الجالكسي فولد اللي تقدر تعتبره مثلا كانه موبايلين مشبوكين في بعض عشان يتحولوا لتابلت كبير، رغم المشاكل اللي فيه، لكن انا شايفه يعتبر بصراحه خطوه اولى كويسه جدا في اتجاه الفولدبلز بعد كده. ولكن دلوقتي سامسونج بدات تعرض كده افكار، او هي تعتبر كونسبت حاليا، لانها شغاله على جهاز فولدبل شبيه جدا بالريزر، بحيث يكون كانه موبايل عادي ولكن لما يتقفل يكون حاجه كومباكت كده وصغيره. فمع موتورولا وسامسونج انا شايف كده بدايه تكون موضه جديده، بصراحه مش معجب بيها قوي يعني. انا مقتنع ان فولدبلز فكره حلوه جدا عشان تصغر لي مثلا جهاز بحجم التابلت اقدر احطه في جيبي، لكن ايه الفكره ان انا اصغر موبايل عادي واخليه بنص حجم الطبيعي؟ يعني مش متضايق انا من الحجم الحالي للموبايل عشان اقدر اصغره واحط تكنولوجيا كتيره وشاشات فولدبلز وسعر غالي عشان بس اخليه حجمه صغير؟ مش شايف انها الحاجه المنطقيه قوي. هو اكيد هيكون كول، واللي عرضته سامسونج يبدو ان هو شكله الطف كده الموجود مع موتورولا. فكره انت مثلا يجي لك مكالمه تروح فاتح الموبايل كده وترد وبعد كده تقفله تاني،
اوكي حلوه كشكل ومنظر، لكن كفانكشن كده وظيفه فعليا مش حاسس انها هتضيف اي حاجه بصراحه لعالم الفولدبل. بس طبعا لسه بدري قوي عشان نقدر نحكم على حاجه زي دي، وخلينا نشوف الموضوع هيمشي ازاي. خلينا نحاول بقى على الموضه الثالثه اللي معانا النهارده، وهي موضه الان اير هيدفونز. الشركات كلها دلوقتي بتعمل سماعات وايرلس بعد ما طبعا مدخل 3.5 مللي ابتدى يتلغي من جميع الموبايلات. ففعليا يعني انتشار شاسع دلوقتي من جميع الشركات في مجال السماعات دي. النجاح والانتشار فعليا نقدر نقول انه ابتدى من ابل مع الابل ايربودز، فعلا سماعات عملت نجاح كبير جدا وكل الناس ابتدت تعتمد عليها كويس. دلوقتي ابل كمان عملت لنا الايربودز برو، سماعات بقى يعني شبيهه بيها شويه، حجمها اصغر شويه، لكن الميزه الاساسيه فيها ان هي نويز كانسليشن عشان تلغي لك الضوضاء. وعلى كلام الناس اللي جربتها لاول مره انها بتقول بتشتغل كويس جدا. انا ان شاء الله هجربها قريبا ونعمل عليها ريفيو برده. شركات صغيره تانية كتير مشت في نفس اتجاه ابل وعملت سماعات شبيهه، ولكن دلوقتي كمان الشركات الكبيره دخلت في الموضوع. مايكروسوفت عرضت لنا واحده في المؤتمر اللي فات، جوجل عرضت واحده في المؤتمر اللي فات وان كانوا لسه مش هيتوفروا دلوقتي. دلوقتي كمان حتى شركه ريزر، شركه بتعمل لابتوبات تعمل موبايل جيمينج واحد، عرضت كمان سماعات وايرلس جديده باسم هامر هيد. الهامر هيدز شكلهم يعتبر قريب جدا من الابل ايربودز، ولكن طبعا لونهم اسود عشان دي شركه ريزر وفيهم اللوجو الاخضر. الكيس بتاعتهم ما حجمهاش يعتبر كبير قوي، لكن في ميزتين اساسيين هنا. الميزه الاساسيه الاولى ان شركه ريزر شغاله على موضوع الليتنسي. احيانا كده مع السماعات الوايرلس بيكون في لاج ما بين الحاجه اللي انت بتسمعها او الحاجه اللي انت بتشوفها على الشاشه وما بين اللي انت بتسمعه في ودنك فعليا. يعني في تاخير كده بسيط، والتاخير ده بيكون مستفز جدا لو انت بتتفرج على افلام مثلا او بتلعب جيمز. وده اللي بتحاول بقى ريزر تعالجه مع السماعات الجديده عشان تقلل لك الليتنسي بقدر الامكان، بحيث يكون تقريبا في نفس اللحظه بالظبط شغالين مع بعض. والميزه الثانيه الاساسيه اللي انا شايفها في السماعه دي هي السعر. السماعه سعرها $100 بس، في رايي ده يعتبر سعر لطيف جدا مقارنه بقيت الاسعار اللي نسمعها من شركات تانية زي $250 و$240. بس طبعا السماعه دي ما فيهاش مثلا نويز كانسليشن، ما فيهاش مميزات كتير قوي يعني عن اي حاجه تانية بنشوفها مع السماعات اللي شغاله مع اندرويد، غير موضوع زي ما قلت لكم الليتنسي الصغير جدا. فبس سماعات الوايرلس اكيد تعتبر موضه جديده قويه منتشره جدا الايام دي، ودي كانت الموضه الثالثه اللي كنت عايز اتكلم معاكم عليها النهارده. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، تنسوش تشتركوا في القناه، ان شاء الله جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الاخبار الجديده اول باول. يا ريت كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر، ربطوا تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.